بالنسبه لقطاع الدواجن في ديال الكورونا زاد تازما. القطاع كان كيعرف اصلا ازمه هذه منذ 3 سنوات. عندنا واحد الاشكال كبير على المستوى الوطني، هو مشكل الانتاج وفي نفس الوقت مشكل التكلفه. عندنا الانتاج كثير وعندنا التكلفه كثيره، فبالتالي انه كان عندنا واحد الانتاج اللي خلى ان دائما المربون كيبيعوا بالخساره. معنا كتقام عليك الدجاج انت ب 11 درهم وانت مجبر. قبل من الكورونا كنا كنبيعوا ب 8 درهم 9 درهم، ولكن فاش جات الكورونا ومع تازم الوضع ومع هذا الشيء اللي وقع، انه اغلاق المطاعم، اغلاق الاحياء الجامعيه، اغلاق المنتديات السياحيه الى غير ذلك من الامور اللي كان كتصرف فيها القطاع الدواجن، زاد ازم الوضعيه. ولينا كنبيعوا ب 7 دراهم ونص 7 دراهم، فبالتالي هذيك الخساره اللي كانت في 2 دراهم انتقلت ل 4 دراهم و 3 دراهم ونص، حتى 4 دراهم في بعض الحالات. فبالتالي ان في وضعيه ديال الحجر الصحي زاد ازمات الوضعيه ديال المربيين. وربما غيلاحظوا المستهلكين ان الدجاج ما طلع شيء على 10 دراهم ولا 9 دراهم ونص حتى في المحلات التجاريه وحتى في اطار التسويق. حنا المثير في الموضوع هو انه مع هذه الازمه، مع هذه الخساره المتتاليه اللي كتعاد المربيين، كنتفاجئوا ان حتى لجنه اليقظه صنفتنا انه قطاع غير متضرر. علاش؟ لانه ما وقفش. حنا راه ماشي ما وقفناش، حنا ما وقفناش ولكن بقينا خدامين بالخساره، لانه كان مجبرين، لان ما عندكش حاجه حيه. حنا ما عندناش شي حاجه ميته، ما عندناش السيمه ولا عندنا الحديد ولا عندك الدجاج داخل الفيرما، شنو غادي دير؟ تهبط الريضه وتخليه يموت؟ فبالتالي مضطرين باش نبقاو خدامين. ولكن رغم اننا عارفين ان راه كاين الخساره، ولكن كنبقى الامل، كنقولوا ربما غادي تحل الحجر غدا، غادي تحل بعد غدا. فبالتالي بقاو الناس خدامين على الامل انه غادي يتحرك الموضوع. ولكن للاسف الملاحظه الثانيه وان القائمين على القطاع، علما انه وكان وقع هذاك الحجر، الناس ما تاخذوش اجراءات وتدابير اللي مشانها انها تحل المشكل ديال القطاع او لا تخفف من الازمه ديالو. فبالتالي بقاو الناس غاديين، بقاو المربون بالخصوص بقاو غاديين في الخساره المتتاليه طيله هذا المده الحجر. معناه انه استمراريه ديال الخساره لهاد 3 سنوات. حنا كمربين عندنا عده اكراهات كيف قلت قبيله. عندنا الاكراه الاول وانه عندنا واحد الانتاج كثير كثير بزاف. بالاضافه الى هذا الانتاج الكبير، حنا كان هناك تكلفه طالعه، وتكلفه على 2 مستويات. مستوى ديال المواد، لان الان على مستوى العلف على مستوى العالمي كان تخفيض في المواد الاوليه ديال العلف. للاسف كنشوفوا ان في المغرب ما كاينش النزول ديال هذا الثمن، بقى هو علما ان كاين بعض المواد اللي وصلت حتى 50% اللي ناقصه على المستوى العالمي، وحنا كلشي كنجيبوه من برا. لاحظوا انه حتى الترونسبور، حتى المازوت، حتى هو طاح، ولكن باقي العلف على المستوى المغربي ما هبطش. وهذا تساؤل كبير. حنا كنسولوا فينا اين هي لجنه اليقظه من الموضوع؟ كان على الاقل يكون تدخلات، على الاقل مادام كاين الانتاج وعلى الاقل تهبط التكلفه. فاذا كاين هذا المشكل ديال التكلفه على مستوى المواد. عندنا كذلك على مستوى الجوده، لانه غياب المراقبه ديال بعض الكتاكيت وكذا كيدفع ان التكلفه كتكون طالعه. فملي كيتجمعوا عليك بجوج، ها الانتاج كثير ها الفائض ها التكلفه طالعه، فبالتالي كتولي الخساره محققه. اذا كاين هذا العامل الاول. كاين العامل الثاني هو انه عندنا مشكل ديال التسويق، وفي نفس الوقت ما عندناش تشجيع المنتج. عندنا مشكل ديال التسويق انه ربما كاين تطور على مستوى الانتاج اللي ربما يضاهي الانتاج العالمي او بعض المستويات العالميه في الانتاج. الحمد لله كان استثمارات خاصه للمربيين، الناس اللي داروا ديزانفيستيسمون كبار اللي تضاهي كما قلنا مستويات عالميه. ولكن بالمقابل التسويق بقى هو بقى التسويق عندنا محدود في المحلات، الرياشات، في واحد 10% كتمشي في المذابح الكبرى. الاخطر من هذا هو ان طريقه العرض ديال الكتاكيت ما عندناش. عندنا للاسف ان كتلقى هاد لي زانفيستيسمون كامل، هاد الاستثمارات كامله، وكتلقى سمسار عنده البورطابل ديال 100 درهم واللي كيخرج لك السوق بهاد الملايير. وحنا كنتسائلوا اين هو التقدم؟ اين هو التنظيم؟ اين هما المشرفون على هذا القطاع؟ ملي كيولي انا مثلا هاي السلعه مثلا عندنا، الا بغيت نبيع دابا انا تحت رحمه واحد السمسار. وللاسف الشديد انهم كيستغلوا هذا الظرف وكيستغلوا غياب واحد التنسيقيه ديال المربين بيناتهم اللي من خلالها انهم ممكن يتكلموا على الاثمنه وكذا، وبالتالي كيضيعوا لنا السوق. وربما كنعرفوا ان هذا الهبوط ديال السوق فيه واحد النسبه معينه كيتحملها الطريقه ديال التسويق. كاين مساله ثالثه كذلك في اكراهات، هو عندنا المنافسه الغير شريفه. كيف؟ حنا كمربيين كنشريو الفلوس وكنشريو العلف من عند الشركات الكبرى، من عند شركات الاعلاف ومن شركات المحاضن. للاسف انك انت مربي كتشري من عندهم، ومني كتجي السوق كتلقى ان هذاك السيد تا هو داخل معاك للسوق، تا هو كيدخل يبيع وما كيبيعش، هو كيعطي غير الخدامه ديالو يبيعوا. معناه ما كاينش واحد السيد اللي عنده حرقه. علاش؟ لانه هو التكلفه عنده هابطه، ماشي بحالك انت. هو يقدر يتقام عليه الدجاج ب 7 دراهم ونص ولا 8 دراهم، ولكن انت اللي كتشري من عنده العاف الفلوس كتدخل معاه للسوق ومقيم عليك الدجاج ب 11 درهم. فبالتالي ملي كيدخل هو وقعت لنا غادي واحد 4 ايام ولا 5 ايام، احدى الشركات الكبرى هنا في الدار البيضاء، دخل للسوق السيد اللي مسيفطو له كيبيع وسرح 8 درهم. هاد مساله العرض والطلب غير واضحه. هلا غير واضحه لان ما عندناش معطيات مدققه اللي غادي نقولوا العرض اليوم راه فيه مثلا 500,000 طن اولا كذا. ما كاينش، كاين كتبقى تقديرات ديال هاد السماسره. كنعيط ليه مثلا، انا كنعيط لراسي مثلا لواحد البيع وشري كيقول لي وانا غادي نشوف معك، ولكن من بعد كنقول له مثلا نقدروا نديروا اليوم 9 دراموس، كيقول لك ولا راه السمسار فلان كيقول لي غير 7 دراموس. فبالتالي انه ما عندناش واحد الجهه اولا مكاتب البيع اللي كتحدد واحد الثمن، علما ان على الاقل تاخذ معطيات واقعيه. لان نقدر مثلا نعطيك مثال بسيط، تقدر بعض المرات كتكون 10 درهم، بعض المرات 9 درهم، معنى كاين فيها تلاعبات هي اللي كتحدد هذه الاثمنه. لان انا ملي كنبغي نبيع السلعه ديالي وملي كنبقى كنعيط لك انت بياع وشري، كنقول لك اجي دخل عندي، كتقول لي واخا انا غادي نجي عندك وكذا، ولكن في الليل كيعيط لك السمسار كيقول لك وخلي هذاك راه دبرت لك على همزه، وكيمشي كيعيط لواحد البيع مربي اخر كيقول لي لا راه السوق طايح وراه ما كايناش وكذا والسلعه كثيره وكذا. معنى كاين واحد العمليه ديال النصب والاحتيال كيتعرضوا ليها المربيين من طرف بعض السماسره وبعض التجار، وهذا الامر عنده تاثير على مستوى الثمن. نعم كاين العرض كثير هو توا محدد، ولكن كذلك هذه التلاعبات هي كتلعب دور في التحديد. كاين هذا الامر ديال المنافسه، كاين شق ثاني في المنافسه الغير شريفه، وان مثلا ملي كتدخل نتايا كمنتج ديال دجاج اللحم اللي بمواصفات بقوانين مضبوطه، عندك القانون 49 عندك مراقبه ديال الضيعه من طرف البياطره، عندك مجموعه من الامور، كتدخل للسوق كتدخل معك الدجاجه الحمراء اللي هي اصلا كانت محدده لبيع البيض، لانتاج البيض ديال ماشي الدجاج ماشي اللحم. كتدخل للسوق انت كتدخل معك باثمنه خياليه. واش كاين دجاجه كتباع بدرهم الكيلو، درهم ونص الكيلو، وكتدخل الان على مستوى الحال الوقت اللي كنتكلموا فيه الان كتدخل مثلا 26 كاميون للسوق ديال الدار البيضاء بالجمله، في الوقت نفس الوقت كتدخل 16 كاميون ديال الدجاج اللي هو اصلا خصو يتكال ديال اللحم. معنى هذه المنافسه الغير شريفه، ومرارا وتكرارا كنقولوا ان بغض النظر على الجانب الصحي في ديك الدجاجه وكذا، راه هي الحمد لله على المستوى الوطني عندنا انتاج وعندنا اكتفاء ذاتي على مستوى الانتاج، والانتاج ديال اللحوم اللي هي بدات الجوده عاليه ومراقبه الى غير ذلك. حنا ما محتاجينش لهذا النوع من اللحوم اللي تدخل للسوق واللي تتباع وهي عليها علامات كبيره ديال الاستفهام على مستوى الجانب الصحي. فاذا قلت هذا في اطار الاكراهات كذلك، وان على مستوى اكراه الربيع وان حنا كمربيين ما عندناش تمثيليه حقيقيه اللي كتتكلم باسم المربين في اطار هذه الهيكله اللي كتكلموا على تنظيم القطاع. حنا عندنا ناس دايرين في اطار التكوين ديال التمثيليه ديالهم دايرين موظفين، لان هاد الناس اللي كيجي حتى لدابا كيقول لك راه كاين مشكل، هاد المده كامله فين كنتي؟ هاد المده دابا ازيد من 3 سنوات والناس كتاكل في العصا، المربين كيخدموا بالخساره. غتسولني واحد السؤال، علاش الناس ما وقفوش؟ راه ما يمكنش، راه خصنا يعرفوا الناس ان المربين راه فقدوا الاراده ديالهم، راه ما يمكنش. كاين المربي ما يقدرش يوقف، لو وقف دابا خصو يمشي غيمشي للحبس. علاش؟ لان كان عنده ديون، راه الاغلبيه التراكمات ديال الديون ديال الابناك ما يمكنش، حقاش الا وقف خصو يخلص الشركات، خصو الا وقف خصو يخلص الشركات او لا كيتم الحجز ديال الممتلكات ديالو. فبالتالي راه الناس كيقولوا غيوقف، كي غيدير تيوقف، اجي اخويا خلص الديون على هذا المربي وخليهم يوقفوا، ما كاين حتى مشكل. او لا قلت الدوله تدخل وتخلص عليهم الديون وتدير لهم حل مع الشركات اللي كيتسالوهم ومع الابناك وصافي يوقفوا عباد الله. فاذا هذه اشاره مهمه ان الناس راه ماشي خطرهم، راه الناس فقدوا الاراده وربما مستقبلا يفقدوا الحريه. وكيف ما سمعنا قبيله من احد الاخوان ان كاين الناس الان كاين مساكين كيحاولوا الانتحار، محاولات انتحار، الناس صافي غرقوا. فاش الانسان واحد يمد هو كيخسر 3 درهم 4 درهم راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واشاره ان الاستثمارات في القطاع راه بالملايير، لان ربما هذا العدد اللي كتشوف فيه ديال الجزر واحد 30 40 مليون، معناه لا غادي تبيع الا عندك مثلا 30 طن غتبيعها ب 3 درهم راه تعود المليون الخطيه، 30 طن 3 درهم راه تعود المليون، 9 مليون دابا ومورا 60 يوم 9 مليون اخرى فين غادي. فاذا هذه بعض الاكراهات داخل القطاع. كاين واحد الاشاره ما شرحتش لها في البدايه، وانه هناك اهميه كبيره للقطاع. الاشاره ان القطاع الحمد لله على مستوى كورونا كان هناك اكتفاء ذاتي، في الوقت اللي كان مجموعه من القطاعات اللي كان عندنا فيها مشكل على مستوى قطاع الدواجن كان اكتفاء ذاتي، وما اضطريناش ان نستوردوا باش يستهلك المواطن المغربي. هذا اهميه كبيره جدا. كاين الالاف ديال مناصب الشغل اللي كتمشي في القطاع، وهذا الالاف اللي كنقولوا الاف الاسر اللي هي بقات خدامه، ورغم ان المربين راه كيخسروا ولكن بقاو محافظين على الناس اللي خدامين معاهم وبقاو كيأديو الواجبات رغم الخساره سميتو. كاين مساله كذلك ديال كما قلنا الاكتفاء الذاتي، قلنا ان هذا قطاع خاص، الناس اللي جاو وداروا استثمارات باهظه في القطاع. فبالتالي هذه الاهميه كامله كنطلبوا في الاخير من الدوله وكمناشده ان هذا الامر راه ماشي غادي نصنفوا هاد الناس بانهم قطاع غير متضرر، راه قطاع متضرر، ولكن اللي تحمل الضرر هو ذاك المربي، وبالتالي كنطالبوا انه يكون تدخل باش يلقاو حلول لهاد المربين اللي غرقوا. كنقول هاد الكلمه راه ما كنجاوزوش، راه ما بغيتش نتكلموا على ارقام خياليه بالملايير. الا درنا عمليه حسابيه اللي كنا كنخرجوا غير 3 كيلو 3 درهم في الكيلو وضربها في عدد ديال 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 الطوناج اللي كيخرج، وغادي تلقى الارقام خياليه. فبالتالي كنطالبوا الدوله انها تتدخل بشكل مباشر مع هاد الناس، راه ماشي متضرر، هاد الناس راه قطاع غادي للافلاس، وبالخصوص المربي لانه هو الوحيد اللي كيتحمل التبعات، لان المربي اخر المطاف راه هو ملزم انه يؤدي الواجب اللي عليه امام الشركات اللي كيتسنى وكذلك امام الابناك. فبالتالي راه الناس غارقين كيف ما كنقولوا. هذا الامر المساله الثانيه كنطالبوا اولا مناشده للناس ديال السلامه الصحيه انه يطبقوا القانون على مستوى اقتناء ديال الكتاكيت. راه عندنا مشكل حنا الان، من المشاكل اللي كتدير في القطاع هو انه كاين واحد التلاعبات في اقتناء الكتاكيت. حنا كانت واحد الدوريه كانت دارتها السلامه الصحيه ديال انه تفرض ان الطبيب البيطري المؤطر ديال الضيعه انه يعطيك واحد الورقه واحد الشهاده ديال الفراغ الصحي. بغينا هذيك الشهاده تطبق وتفرض على المحاضن. علاش ما كيفرضوهاش؟ علاش كيتباع الفلوس الان بدون رخص؟ وهذا واقع. الحمد لله الاطار القطاع مؤطر ومنظم وكاين قوانين، ولكن في التنفيذ كاين تلاعبات. كنطالبوا من السلامه الصحيه انه تتفرض على المحاضن تطبيق هذا القانون، وتفرض على اي مربي انه يجيب ديك الفراغ الصحي من هذا الطبيب المؤطر. وفي الاخير كنطالب ونناشد جميع المربين للوحده والتعاون من اجل مواجهه هذا الواقع المزري الكارثي الذي نتخبط فيه.